تحذر المستشفيات، وهذا ليس لها حق فيه، لأنه حسب الاتفاقيات الدولية أن المستشفيات هي من المؤسسات المحسنة دوليا من الحروب، لكن هي تعتبر حالها فوق القانون، وبالتالي تحذر المستشفيات ثم تهاجم المستشفيات. هاجمت 7 مستشفيات في قطاع غزة، آخرها كان المعمداني، مستشفى المعمداني، ورأت المجزرة التي حلت بمستشفى المعمداني. وعلي يعني نقول نحن أننا يعني أن المجتمع الدولي مقصر في أنه يلزم إسرائيل عن القصف العشوائي وعن القصف المستشفيات، وأن يلزم إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية. طيب لو جينا نتكلم عن آخر رصد الأرقام وإحصائيات الضحايا والمصابين خاصة من الأطفال والنساء، يعني ربنا طبعا يرحم كل الضحايا. أولا الأرقام التي يعني تجدونها والتي نقرأها هي أرقام قريبة، ليست قريبة يعني ليست الحقيقية، لأن هناك كثير من الشهداء والجرحى موجودين تحت الركام وتحت الدمار، ولا يستطيع أحد يعني أن يزيح الدمار ويجيبهم نتيجة قصور عدد المعدات الموجودة لذلك، لأن الدفاع المدني أيضا أصبح منهكا من ذلك، ولا يوجد المعدات التصفية لإزاحة الركام وإخراج الجرحى والشهداء. لذلك عدد الأرقام التي تحكيها هي الأرقام التي كانت تحضر إلى المستشفيات. اليوم منذ 7 أكتوبر إلى اليوم حوالي 5100 شهيد، 40% منهم أطفال و 30% منهم نساء. أما بالنسبة إلى عدد الجرحى فهي زادت عن 17,000 جريح، ولهذا استنفذت كافة الكميات من الأدوية وغيرها الموجودة من أجل استكمال علاج هذه الناس.